ومن بين الأخبار المفرحة والمبهجة ما تم الإعلان عنه من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باستعدادها خلال الفترة القادمة لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي بشكل عام من خلال خريطة. الخريطة دي هي خريطة برمجية ودراما وأعمال كرتونية موجهة للطفل مباشرة بمختلف مراحلهم العمرية. من بين البرامج اللي هتستعد الشركة لإطلاقها برنامج رحلة سعيدة اللي بتشارك في تقديمه الكاتبة سماح أبو بكر عزت اللي مشرفانا ومنورانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا أستاذة سماح. أهلا، صباح النور بيكم وصباح الخير يا مصر، وشكرا للمقدمة الجميلة. يعني أستاذة سماح، عاوز أعرف شايفة الخطوة دي إزاي أصلا؟ فكرة الإعلان عن أكبر يعني مشروع يهدف في المقام الأول للاهتمام بالطفل وكرتون للطفل وبرامج موجهة بشكل عام للطفل في مش بس مصر، في الوطن العربي ككل. هي خطوة مهمة جدا جدا بالذات في العصر ده، لأنه الأطفال مفتقدة إنها تحس إنها موجودة بالفعل، وإن في حد بيخاطبها بشكل مباشر، وفي برامج موجهة ليهم خصيصا. ده هيخليهم يحسوا بالانتماء اكتر، ده هيخليهم يحسوا ان في حد مهتم بيهم، وواضح قوي اهتمام القياده السياسيه بملف الاطفال الحقيقه. بفعاليات بتقام للاطفال دلوقتي، ببرامج، بمواد ان شاء الله، وفترات مفتوحه هتبقى باذن الله على القنوات. كل ده هيعزز مفاهيم كثيره قوي عند الاطفال. يعني احنا عايزين نرسخ قيمه المواطنه والانتماء والهويه المصريه. الأطفال معذورة أنها تروح لقنوات أخرى وتستقي صفات أو ثقافة غربية يعني، أو ثقافة غير ثقافتنا، لأنه مش لاقية من يستوعبها هنا. فإنها تلاقي ده، ومش بس المهم أنه يكون في برنامج للأطفال، لا، برنامج على أعلى مستوى، برنامج كمان يعني وفر التقنيات الحديثة والألعاب والحاجات اللي الأطفال فعلا بيلعبوها على وسائل التواصل الاجتماعي هيلاقوها في البرنامج ده. فمش مجرد برنامج، ما هو سهل أي حد يعمل برنامج للأطفال، بس المهم إزاي هيتعمل الصورة اللي هتتقدم للطفل عشان تجذبه. صحيح. طيب أستاذة سماح، يعني طبعا بعد التحية، بما أن حضرتك ذكرتي أهمية تنوع المحتوى وإزاي هنقدر نوصل هذا المحتوى للأطفال، خاصة في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل وجود يمكن كمان محتوى خاص بالأطفال غربي، يمكن أطفالنا كمان دلوقتي بقوا مطلعين عليه بشكل كبير، عايز أعرف من حضرتك إزاي هنقدر نستهدف هذا التنوع، إزاي هنقدر نحقق هذا التنوع بهذه الجودة اللي حضرتك تحدثت عنها. هو أجمل حاجة في برنامج رحلة سعيدة حضرتك إنه مش موجه للطفل بس، ده موجه للأسرة بكاملها، لأنه فكرة البرنامج قايمة إن إحنا عايزين تاني نرجع الترابط الأسري المتقدم. صحيح. دلوقتي الأطفال حتى في البيت مش بتلاقي وقت الأب والأم إن هم يقعدوا يتكلموا معاهم، إنهم يلعبوا معاهم، بهدف الطفل إنه يلعب وإنه حد يشاركه اللعب مش يلعب لوحده. ده بيعزز الثقة بين الطفل وبين الأهل. الطفل لو في يوم ما عنده مشكلة هيحكي، مش هيخاف، لأنه مفيش قنوات اتصال بينه وبين الأهل مفتوحة. البرنامج فكرته إنه في يعني بيستضيف أسرتين، أب وأم وأطفالهم، وبيبقى في ألعاب بيلعبوها، مش مسابقات، هو مفيش جوائز مادية، الجائزة هي الترابط والحب والحالة الجميلة اللي بتخرج فيها الأسرة، خصوصًا إنه ممنوع خالص وجود الهواتف المحمولة طول فترة الرحلة. يعني برنامج تفاعلي. وبعدين بنقدم فقرات كثيره جدا، فقرات فيها العاب حديثه، ممكن الاب ما يعرفش يلعب بلاي ستيشن قوي فابنه يساعده، فهنا يحس الابن بالثقه انه بيساعد والده، يبقى عايز والده ممكن هو اللي يكسب عشان يحس ان هو قدم حاجه لبابا، الاب بيساعد ابنه في لعبه ثانيه ممكن تكون الطفل ما يعرفهاش بقى من الحاجات القديمه بتاعتنا، بنقدم حكايه تواكب العصر. احنا بنتكلم على برنامج بيرجع الدفء الاسري اللي احنا بصراحه مفتقدينه بسبب انشغال كل يعني طرف في المنظومه الاسريه بشكل عام في مشاغل الحياه والامور الحياتيه، لكن اكيد في هدف تاني وفي يعني مجموعه من القيم بيعلي من شانها برنامج رحله سعيده. عاوزين حضرتك برضو تحطها لنا في خطوط عريضه كده. القيم بقى، انا بحكي كل حلقه قصه للاطفال في فقره اسمها حكايه ماما سماح. هذه القصه معايا اطفال في الاستوديو، بنحكي قصه لطيفه بس من خلالها بندخل مفهوم وبالذات المفاهيم الحديثه، كيف نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. ازاي نقدم صورتنا على الفيسبوك لو عندنا صوره،
ازاي نتلافى موضوع الابتزاز الالكتروني التعامل مع التكنولوجيا، نعم التعامل مع السوشيال ميديا، وهل الكتاب ولا التاب، وازاي نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بذكاء، ان ممكن نقرا عليها، نسمع موسيقى، وفي الوقت نفسه نلعب، بس كل حاجه ليها وقتها. يا استاذ سماح الحقيقه حضرتك شوقتينا ان احنا نبقى عارفين برنامج رحله سعيده هيكون امتى، هيظهر امتى على الشاشه؟ ان شاء الله قريبا، لان احنا حاليا في مرحله التصوير، وده واخد مجهود كبير جدا، لان برنامج فقرات كتير، والديكور الحقيقه مبهر ومبهج، يعني حضرتك لو شفتيه حاجه تخلي الكبير عايز يدخل جواه. لسه كنت هقول لحضرتك انا عاوز اقعد دلوقتي، انا قاعد قدام التلفزيون ومستني، انا عاوز اتفرج. يعني انا اول، انا وجمانة اول ناس منضمين لصفوف المتابعين. دي حقيقة. يمكن كان في برنامج استاذة سماح، طبعا احنا زمان كان عندنا يمكن ان كان افلام كرتون او حتى برامج كانت بتستهدف الاطفال، كانت الحقيقه عظيمه، بنتفرج عليها من الكبير للصغير، وكان في برنامج لطيف جدا كان بيقدمه احمد الفنان، طبعا احمد حلمي، كان برضو برنامج مسابقات لاطفال، كان تقريبا اسمه من سيربح البونبون. مظبوط صحيح. وكان في عيال يعني البرامج دي لحد النهارده احنا بنرجع تاني ونتفرج عليها، حتى الاطفال بيبقوا مبسوطين بيها جدا جدا. واحنا بس. انا في التفاعل مع الاطفال بسيبهم يتكلموا، يعني احنا صحيح. قبل الفقره انا بدخل، لا الاطفال عارفين القصه اللي هحكيها ولا انا شفتهم قبل كده، فحضرتك بتشوفي التفاعل بقى حي، تعليقهم على القصه، اسالهم طب انتوا تعملوا ايه لو كذا، ودي اهم حاجه، اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب بالظبط. فوجئت ما شاء الله ان الاطفال عندها وعي كبير جدا جدا، وعارفين ازاي يتعاملوا، وعارفين ازاي انه العصر ده له متطلبات، ازاي احنا نواكبها في الوقت نفسه، نحافظ على قيمنا ونحافظ على تقاليدنا، ومش اي حد. يعني قلت لهم مثلا من ضمن الحاجات، قلت لهم فيسبوك ده عامل زي بيتنا احنا، لو اي حد خبط على الباب بنقول له اتفضل ادخل. لا صحيح. طب استاذ سماح، هنا هسال حضرتك بمناسبه يعني القاء الضوء على فكره ان العصر ده ليه متطلباته، هل يعني هيتم المزج ما بين التكنولوجي اللي احنا عايشين فيها وجيل التواصل الاجتماعي والاسلوب اللي بيعتمد على السرد في تفاصيله وفكره الالفه اللي هتبقى موجوده في الاستوديو، والاعتماد ايضا على التقنيات والمؤثرات الصوتيه والبصريه؟ كل ده حضرتك هتلاقيه موجود، لان الطفل النهارده عشان يتفرج على برنامج غير الطفل زمان، لازم حضرتك تقدم له الجو اللي هو عايش فيه حاليا. صحيح. مع وسائل التواصل الاجتماعي، لو هنقعد طول البرنامج نكلمه ونديله قصص ومواعظ، لا على طول يحس ان ده درس، لازم يلعب الطفل بهجته في اللعبه، فهيلعب ويطلع وينزل ويعمل العاب حركيه مع الاهل، هم اسرتين بنفسوا بعض، يعني اسره، فيبقى في حته التنافس دي بتعمل نوع من كده من الحماس. صحيح. وفي النهايه ما فيش جايزه، يعني مش بنقول لهم الاسره اللي هتكسب هتاخد، لا 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 خالص، هو مجرد حته المنافسه بتخلق عند الكبير والصغير نوع من الحماس ونوع من الاصرار والتحدي و فهتلاقي الاسره كلها ايد واحده. يمكن الحقيقه كمان يا استاذه سماح في تحدي كبير الحقيقه بيواجهكم، هو انه يمكن زمان احنا مثلا جيلنا واحنا اطفال احنا ما كانش عندنا وسيله ترفيه ثانيه، يعني التلفزيون لو ممكن نلعب مثلا اتاري، نلعب اي حاجه، ما كانش عندنا يعني اختيارات كتير. بس دلوقتي لو ما فيش بالفعل كونتنت او محتوى يشد الطفل، قدامه مليون بديل. حقيقي. وده اللي خلى البرنامج ده يتم اعداده في شهور، ويتم بناء الديكورات في شهور، لان كان ممكن قوي بعد يعني اسبوع اسبوعين يلا طلعوا برنامج، لا هو يا يتعمل صح يواكب العصر، يا اما مش هجيب الهدف المرجو منه. طيب سؤالي لحضرتك يا استاذ سامح، في نقطه هامه جدا جدا جدا، واحنا بنتكلم عن وجود برامج دينيه للاطفال، تابعنا يمكن واحنا صغيرين برضو كان في بالفعل مسلسلات دينية كانت بتوجه الأطفال وقصص الأنبياء، وكان في الحقيقة محتوى كبير ومحتوى ضخم أنه يقدم فقرات دينية للأطفال تعرفهم أكتر عن دينهم. عايز أعرف من حضرتك فقرات في هذا البرنامج اللي يمكن متعلقة أكتر بفكرة الفقرات الدينية في هذا البرنامج. لا هو البرنامج عندنا ما فيش الفقرات الدينيه دي، هتبقى موجوده في برامج اخرى، يعني احنا برنامجنا قايم على
الاسره والترابط والحاله الحلوه اللي هيعيشوها، القيم اللي هتدخل للطفل من خلالها، في العرايس تشارك فيه، يحيى وكنوز المسلسل الجميل اللي كان في رمضان. يحيى وكنوز عمل يعني نجاح مبهر الصراحه، ده حقيقي صحيح جدا جدا. ففي فقره ليحيى وكنوز في البرنامج، بس العرايس نفسهم بقى هيكونوا موجودين مع الاطفال. ودي حاجه حلوه ان احنا يبقى عندنا دميه او عندنا شخصيه بتعبر عن الهويه المصريه. يمكن احنا اخر حاجه شفناها بكار من سنين برضو يا استاذه سماح. بالظبط بالظبط. فاحنا بنقدم حتى التاريخ، التاريخ بتاعنا، تاريخ المصريين القدماء بشكل محبب للاطفال، يعرفوا هويتهم، يعرفوا ان احنا بلد عريق مش من يعني لينا حضاره عظيمه لازم احنا بقى نحافظ عليها ونضيف ليها كمان. صحيح. شايفين المشاريع العظيمه اللي بتتعمل، شايفين قد ايه مصر بتتطور شهر عن شهر، في مشاريع بتطلع، في حاجات يعني مبهره. صحيح. اي حد يشوفها الحقيقه بينبهر وبيبقى فخور بيها. فازاي احنا بقى الاطفال دي هي اللي هتحافظ على الاجيال اللي جايه، هتحافظ على كل يعني المشاريع الضخمه اللي بتعملها الدوله. فلازم نهيئهم لده، يبقى عندهم انتماء، يبقى عندهم وعي، يبقى عندهم ثقه بالنفس. يا استاذه سماح، على يعني حضرتك هيأتينا احنا شخصيا اللي احنا ننتظر بفارغ الصبر يعني ظهور البرنامج في اولى حلقاته. بنتمنى لحضرتك كل التوفيق، وان شاء الله يكون محتوى قوي جدا قادر على المنافسه وقادر على تجميع الاسره المصريه من تاني، زي ما كنا بنتجمع زمان على الفطار على بكار، هنتجمع تاني قدام برنامج حضرتك الكاتبه سماح ابو بكر عزت. بنشكر حضرتك فندم على وجودك معانا، وبنتمنى لك كل التوفيق يا فندم.